تتوالى النسخ ويتوالى غياب المنتخب المغربي على كأس إفريقيا للأمم. كأس إفريقيا 84 اللي تنظمها كوت ديفوار، وعلى الرغم من امتياز الاستقبال لم يتمكن الفيلة من استغلال عامل الأرض والجمهور وفوضوا أمر اللقاء النهائي لمنتخبين شرسين نيجيريا والكاميرون، حيث عاد الفوز لهذا الأخير اللي أضاع فرصة احتضان التظاهرة سنة 72 ليعود بقوة بعد 12 سنة ويسجل فوز كاسح 3-1 على رفاق أوديغيامي. وكان المنتخب الكاميروني حينها يعيش أزهى فتراته بعد أن استفاق من سباته وقدم للكرة الإفريقية نجوم من العيار الثقيل أمثال أبيغا توكوتو، وهي أسماء شقت طريقها في درب الاحتراف بعد أن داست قبل هذا الموعد منتخب مغربي في معركة القنيطرة بهدفين دون رد.